بسمة أمل. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة بتقولك فكرة مهمة قوي تفهمها في الحياة: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. والله يا جماعة ده قانون في الحياة، لا يمكن تجتهد وتعمل اللي عليك وتبذل جهدك بطريقة صحيحة تحسن العمل إلا لازم ربنا يديك. ممكن يجي لك الخير من سكة تانية مش من السكة اللي انت مشيت فيها، بس عشان ربنا يعلمك ان هو الرزاق مش شغلك انت اللي جاب الفلوس. تعالوا نحكي قصة النهاردة، قصة شاب مصري مجتهد جدا، عبد الله، بيحكي لي هو بنفسه القصة دي منه ليا. بيقول لي: عبد الله، بعد ما اتخرجت من الجامعة اشتغلت في شركة من الشركات المالتي ناشونال الكبيرة جدا، وبعدين نفسي تمنت ان انا اشتغل في التجارة، وانا ما كانش معايا راس مال كتير، لكن أنا كنت عاشق للتجارة في المواد الغذائية، فبدأت أشتغل على قدي بفلوس قليلة وسافر أطلع من الواحات أشوف في مزارع التمور وأشوف إزاي أصدرها لحد في إسماعيلية وفي إسكندرية، وبعدين أشوف المانجا في إسماعيلية في فصل الصيف وأشوفها أوديها لمين في السوبر ماركت الكبيرة في القاهرة، ومغشش وأشتغل بمنتهى الإتقان لغاية ما بقى عندي شوية رأس مال كده. فبدأت أحلم إن أنا أشوف منتج مصري وأصدره لبرة، والحقيقة بدأت أصدر فعلا وبدأت الفلوس تكتر شوية، بس بدأ يضحك علي وخسرت كذا مرة وبعدين أبدأ من جديد. شوفوا الإصرار، شوفوا الإتقان، شوفوا الإحسان لشاب مصري بيشتغل وعمال يكبر نفسه واحدة واحدة. بيقول: لغاية ما جت لي صفقة رائعة للتصدير لنيجيريا، بس محتاج رأس مال. قمت حاطط كل فلوسي واستلفت شوية كمان وخدت الطيارة وطلعت على نيجيريا. طلع إن أنا اتضحك علي في الصفقة دي وراحت علي الفلوس. بيقول لي: أنا راجع على طيارة مصر للطيران من نيجيريا، قاعد في وسط الناس ودموعي نزل على خدي، وأنا في الحالة دي بدأت أقول له: يا رب أنت وعدت إن اللي يحسن تكرمه، يا رب أنا موقن إن أنت مش هتضيع عملي. بيقول لي: وأنا في الطيارة بصيت لقيت رئيس المضيفين طلع ساكن في الشارع اللي أنا فيه. عبد الله ازيك، مالك يا عبد الله، شكلك تعبان جدا. طبطب عليه قال له: انا هطلعك تركب قدام في البيزنس وناكلك اكله حلوه. وقام مطلعه ومركبه قدام قوي. عبد الله بيقول لي: انا قاعد قدام وانا حالتي كده. الراجل اللي جنبي بدا يقول لي: مالك، مش انا اللي بكلمه، هو اللي بيكلمني. انا ما كنتش اعرف ان انا قاعد جنب واحد من اكبر مصدري زيت الزيتون في اوروبا. حكيت له اللي حصل لي، لقيت نفسي بفضفض. الراجل الغني دون اللي عنده مزارع زيت الزيتون أعجب بعبد الله ورجولته وبذله، فالراجل قام عارض عليه عرض رهيب. قال له: أنا عارف إن الرجالة هم اللي بيعملوا الفلوس أكتر من أي حد تاني، الفلوس بتصنع بناس عندها كفاح ورجولة، أنا كنت زيك، أنا حديك حق التوكيل لكل زيت الزيتون بتاعي في الشرق الأوسط كله، أنت تبقى وكيلي. واتفتحت قدام عبد الله طاقات رهيبة مع الراجل دون. بيقول لي: ساعتها فعلا صدقت إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، تبذل مجهود لازم ربنا يديك ويعوضك، بس من طريقه هو سبحانه وتعالى. مين عنده يقين في الفكرة دي فيشتغل في الحياة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله. بسمة أمل.